برنامج نافذة بعيون مهاجرة. في فقرته إطلالة على الوطن لهذا الأسبوع، يستضيف فنانة تبدع في تشكيل رسومات لعالم الحقيقة والخيال. ضيفتنا لا تستخدم الريشة ولا الأقلام والألوان، بالخيط والإبرة فقط تصنع عالما ملونا يسر الناظرين. إنها الفنانة المبدعة فاطمة بالمختار. هي من مواليد الفاتح جانفييه 49 900 للألف بالعرائش. درست المرحلة الابتدائية والإعدادية لتدخل بعدها الحياة العملية بعد اجتياز مسابقة أهلتها لأن تكون موظفة بالبلدية. موهبة السيدة فاطمة لا تتوقف عند الفن التشكيلي، فها هي تدخل عالم الكتابة لتؤلف في القصة القصيرة بما تشبعت به مخيلتها من قصص الطفولة. فكيف لهذه الفنانة الأم أن تجمع بين الموهبتين؟ ما هي العوامل التي فجرت لديها هذه الطاقات الإبداعية؟ وإلى ما تطمح ضيفتنا في المستقبل؟ هذا البديات كل واد كيكونوا النساء كيصبنوا، هذيك تصبن هذيك تصبن حويجات منشوره مثلا، هادو ساقيين مثلا، هذا غادي مثلا، هذا كيعوم، هذا عويد كيلعب، هذا كيصبن برجله. تبارك الله عليك، هنيئا لك بلا فاطمه بالمختار، هنيئا لك بالفنانه فاطمه. ما واخا ما درتك شي بالي ابره والخيط خلاتك حيكه، ما خلاتك طبيعي كادحه. الانسان كامل كادح الى ربه كتحن فملاقاه. هي هذه يد كتعني، هي عيد دايره هيدا، ولكن كتعني هاد جوج صبعين هما على تمام الوجه وكيقراو مثلا. هاد اليدين بيناتهم مثلا رسم وجه في نفس الوقت، هاد اليد خاتمها، يعني المسائل اللي كتكون في اليد المراه، ولكن شي في نفس الوقت منقوشه بالحنه، يعني فيها المعاني كنديرو كنشري التاب ولا كنجيبو من عند الحيط. كنكتب على هذيك، كيقدر يجوني جوج قد تويبات، جوج قد بحال دابا هذي، وهذيك راهي تقريبا قد على حسب الحجم ديال التاب. حجم التاب كندير على قدو، ما كنشوفش خاصها تكون كبيره ولا كان صغيره. وهادو هما الخيوط، هادو الماده الاساسيه، الماده الخام ديال الاساسيه هو هاد ياك، هو هما هادي التوابات. عندي شي توابات مخبعين عاوتاني، دابا هادي شحال وانا واقفه، ما باقا ما عملت، بعد غنبدا عاوتاني نطلق. انا اليد المساعده ملي كتكون هي كتشجع دابا الا كان شي نتيجه. Thank you.
الكرو هذه يحتاج هذا نزيد هذا ندير هذا ندير هذا كان يعني كنعطي المعالم كامل ديك الصور وكنبقى كما كان كل شيء وخيت كنعمر ديك الموضع اللي كتعمر اللي خصها اي حاجه كان جيب لي شي ديوان دقيق وهكذا الموضع اللي خاويه عمار كنتعمر كنبقى الفكره مثلا مثلا الشعر كيفاش غيكون لون الشعر الربيع كيفاش غيكون مثلا هذيك الغنم مثلا. سيكون لقاء ثريا ممتعا لاكتشاف عالم هذه السيدة الطموحة المبدعة في هذا العدد الجديد من برنامج نافذة بعيون مهاجرة. تابعونا هذا السبت على 9 ليلا. مع تحيات الأستاذ عبد العلي الهمداني المشرف على البرنامج، الأستاذ أيوب اللواق في الإشراف التقني، الأستاذة مريم الزمان في إخراج المونتاج، وهذه تحياتي أنا فتحة عبدوني في الإعداد والتقديم.